إخوتي الكرام الأحباب، من بيت غرف عديدة، زوجي، أولاد، أحفاد، كنائن، أصهار، نزوات، ولائم، سهرات، إلى القبر رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. هل هناك في حياتنا حدث أكثر يقيناً من الموت؟ كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. سيزر يقول: في حياتي كنت أستعد لكل شيء إلا الموت. يعني للتقريب، كل واحد منا له بيت، ورث بيوت، ورث جلوس، يعني مرافق عامة راقية. هذا البيت ما اسمه في ميزان الشرع؟ المثوى المؤقت. الدليل: وسيشيع إلى مثواه الأخير. هذا الموت إذا دخل بحساباتنا نتألق، نستقيم، نعمل صالحاً يرفع الله لنا ذكرنا. استقيموا ولن تحصوا، والله لا أبالغ. المؤمن الصادق يتميز بمئات الخصائص: من فهم عميق، من حكمة بالغة، من نجاح في زواجه، نجاح في عمله، ما كان اجتماعي. استقيموا ولن تحصوا. ما معنى لن تحصوا؟ في شيء معزوف. بعضهم قال لن تحصوا الاستقامة، هذا المعنى يتناقض مع قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الجواب الدقيق: لن تحصوا فوائد الاستقامة، من ثقة، من مكان اجتماعي، من حكمة بالغة، من زواج ناجح، من أولاد أبرار. استقيموا ولن تحصوا الخيرات، لن تحصوا الخيرات. يتميز المؤمن بخصائص يكاد ينفرد بها: من فهم عميق، إدراك دقيق، زواج ناجح، نجاح بعمله، أعماله صالحة كلها، له مكانة كبيرة. يعني النبي الكريم الله عز وجل بكلمة: فإنك بأعيننا. أرق كلمة قالها الله للنبي الكريم. وقال العلماء: وأي مؤمن عرف الله واستقام على أمره وأحسن إلى خلقه له من هذه الآية نصيب. فإنك بأعيننا، باللغة الدارجة غالي علينا فيه. ألا تحب يعني خالق الأكوان، خالق مليارات المجرات، سمح لك أن تخاطبه في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. إذا أردت أن تحادث الله فادعه، وإن أردت أن يحادثك الله فقل. هذا الواحد. واحد ثاني اسمه توماس هيبس، فيلسوف وسياسي: أنا على وشك القفز في ظلام، ولو كنت أملك العالم في هذه اللحظة لدفعته لشراء يوم واحد في الحياة. ملحد آخر، ملحد ثالث، توماس باين، كاتب ملحد عاش في القرن الثامن عشر، قال: أرجوكم لا تتركوني وحيداً، يا إله يا إلهي، ماذا جنيت لأستحق هذا؟ لو أن لي العالم كله ومثله معه لدفعت به هذا العذاب. لا تتركوني وحيداً، ولو تركتم معي طفلاً فإني على شفير جهنم إذ كنت عميلاً في الشيطان. ملحدون كبار أذكياء جداً، اتخذوا الإلحاد منهج ودعوة، أي مصيرهم. والله ربنا
ما كنا بك مشركين، قال انظر كيف كذبوا على الله. توماس سكوت مستشار بريطاني توفي عام 1594، قال وهو يموت: حتى لحظات مضت لم حتى لحظات مضت لم أؤمن بوجود إله ونار، ولكني الآن أشعر بوجودهما حقيقة، وأنا الآن على شفير العذاب، وهذا عدالة القضاء الرباني. ملحدون كبار دعاة للإلحاد ماذا قالوا على فراش الموت؟ قال تعالى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم. فولتير فيلسوف فرنسي ملحد قال موجها كلامه للطبيب المعالج كوشين: لقد أهملني الرب والناس، وسأعطيك نصف ما عندي إذا أبقيتني حيا لستة أشهر. أنا ميت وسأذهب إلى الجحيم. ممرضة فولتير: لو أعطيت كل أموال أوروبا فلا أريد أن أرى شخصا ملحدا عانى مثله. الممرضة، وكان يصيح طوال الليل طلبا للمغفرة. البطولة والنجاح والذكاء والتفوق أن تعرف الحقيقة قبل فوات الأوان. يعني ممكن الإنسان ببداية حياته يكون متفلت، بس هذه يقولوا على فراش الموت. فالذكاء والنجاح والفلاح والبطولة أن تعرف الحقيقة قبل فوات الأوان. نابليون بونابرت الإمبراطور الفرنسي الذي قتل الملايين بإشباع جنون العظمة، قال: ها أنا ذا أموت قبل وقتي وأعود إلى باطن الأرض وأنا الإمبراطور الأعظم، شتان ما بين الهاوية التي أقع فيها وبين جنة الخلد. فرانسيس نيوبرت رئيس نادي الملحدين البريطانيين قال لمن حول سريره وقت موته: لا تقولوا لي لا يوجد إله، فأنا الآن في حضرته وتحت قوته. إخواننا الكرام، مستشار التاسع وهو ملك فرنسي قتل عشرات الآلاف من المسيحيين بروستانت في فرنسا بأنهم على غير مذهبه، فقال في موته لأطبائه: إنني أرى هؤلاء الذين قتلتهم يمرون أمامي واحداً تلو الآخر، تنزف جروحهم وهم يشيرون إلي أنني أرى مصيري. ستراوس كاتب ملحد ألماني قال في موته: لقد خذلتني فلسفتي، وأشعر أنني بين فكي ما فينا ذات أسنان حادة لا أدري في أي لحظة تطحن. حتى ابنة ستالين الدكتاتور الشيوعي الروسي قال عن لحظة موت أبيها: لقد كانت ميتة أبي شنيعة، ففي لحظة موته فتح عينيه فجأة وحملق في الموجودين بنظرة جنونية غاضبة، وأومأ بيده اليسرى إلى شيء ما يحوم فوقنا، وكانت إيماءة تهديد، ثم أسلم الروح. أنتون ليفي مؤسس كنيسة عبادة الشيطان، مؤلف إنجيل الشيطان، كان يصرخ عند موته ويقول: ماذا فعلت؟ لقد ارتكبت خطأ جسيما، وكان يطلب الصفح والغفران من الله تعالى. قال تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إخواننا الكرام، القضية مصيرية، والله لا أبالغ، إن عرفت الله معرفة حملتك على طاعته.
ويسر الله لك عملا صالحا تلقى الله به، فأنت أسعد إنسان. لكن أنا بحاجة إلى التفرقة بين اللذة والسعادة. اللذة حسية مادية، حسية مادية تحتاج إلى ثلاث شروط ولحكمة بالغة بالغة بالغة، ينقصك واحد دائما. تحتاج إلى وقت وإلى صحة وإلى مال. بالبداية وقت فيه، صحة فيه، مال فيه. بالوسط مال فيه، صحة فيه، وقت ما فيه. بالنهاية صحة فيه، عفوا، مال فيه، وقت فيه، صحة ما فيه. ما سمح الله للدنيا أن تمدك بسعادة مستمرة. أخواننا الكرام، إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. إلا أن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيء، ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد شهد. طالب العلم يؤثر الدنيا على الآخرة فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة. الأول يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، والجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة يخسرهما معا. أخواننا الكرام، يعني لقاء وحيد، أتمنى أن يكون موضوعات أساسية في هذا اللقاء. يعني مثلا الدين كم عالم فيه من البعثة حتى؟ كم مؤسسة إسلامية؟ كم جامعة إسلامية؟ كم كتاب ألف؟ بالألوف، بمئات الألوف. لكن سؤال، هل بالإمكان أن نضغط هذا الكم الكبير 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 بكليات؟ أساس الموضوع، كنت في شركة سيارات بأمريكا، دعيت إلى زيارتها، قال لي المرافق 300,000 قطعة. أما أنا كراكب سيارة إلى غلاف ومقاعد ومحرك ومقود وعجلات وبنزين، سبعة. ممكن هالدين العظيم اللي فيه الصراط المستقيم وحي السماء أن يضغط بكليات؟ نحن بحاجة إليه. من هذه الكليات العقيدة، إذا صحت العقيدة صح العمل، وإن فسدت فسد العمل. نقطة مهمة جدا، الأعمال تابعة للتصورات، فالعقيدة إذا صحت صح العمل، وإذا لم تصح فشل العمل. لا بد من طلب العلم حتى تكتب على نطاقتك دال نقطة 23 سنة دراسة. دال نقطة أخواننا الكرام، لا بد من طلب العلم. أنا أمامي طاولة خشب لها طول عرض ارتفاع، صح؟ وزن وحجم بالضبط، طول عرض ارتفاع وزن وحجم. هي الطاولة الجمال، بماذا يزيد عليه النبات؟ بالنمو، واضح؟ طيب بماذا يزيد عليهما الحيوان المتحرك؟ بالحركة. أما الإنسان له من الجمال وزن حجم طول عرض ارتفاع، له من النبات النمو، من بقية المخلوقات الحركة. بماذا تميز الإنسان على بقية المخلوقات؟ الله أعطى الإنسان قوة إدراكية، العقل. هي القوة الإدراكية أسمن شيء يملكه الإنسان. هذه القوة الإدراكية متى نخسرها؟ بأشياء كثيرة، بعدم طلب العلم،
طلب العلم فريضة على كل مسلم. ما معنى فريضة؟ يعني الهواء فريضة، استنشاق الهواء فريضة وإلا في موت، شرب الماء فريضة وإلا في موت. فلذلك لا بد من معرفة الحقيقة قبل فوات الأوان. في أشخاص فرعون قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، واضح تمام، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. متى آمن؟ بعد فوات الأوان. فلا بد من أن نؤمن، يعني ما في تعريف جامع مانع للإنسان. ذكره أحد التابعين الكبار الحسن البصري، قال الإنسان بضعة أيام، كل من قضى يوم كل من قضى يوم انقضى بضع منه. إذا أنت زمن أمامي طاولة، وزن، حجم، طول، عرض، ارتفاع، النبات ينمو، الحيوان يتحرك، الإنسان له كل هذه الصفات مع قوة إدراكية. لو أن هذه القوة الإدراكية ما استعملها، استمع إلى وصف القرآن الكريم لهذا الذي شرد عن الله: أموات غير أحياء. نبض 80 مثالي، والضغط 18 عند الله ميت. ما دام عزف عن معرفة الله، عزف عن معرفة اليوم الآخر، نسي ما بعد الموت، هذا ميت. هذا أموات هم أحياء، بس عند الله أموات، أموات غير أحياء، كأنهم خشب مسندة، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. والأخيرة صعبة، كمثل الحمار يحمل أسفار. وصف القرآن لمن عزف شرد عن الواحد الديان. فلذلك الله عز وجل رحمة بنا يرسل نذير، يعني للتقريب، راكب سيارة حديثة تألق ضوء أحمر في لوحة البيانات، إن فهمت هذا الضوء الأحمر ضوء تزييني احترق المحرك، تحتاج إلى مليون لأي عمر. أما لو فهمته فهما بحسب الشركة الصانعة، نقص بالزيت، توقف المركبة، تضيف الزيت وتمشي. فأنت محبة بذاتك، محبة بسلامتك، يجب أن تستمع، أن تكون حذراً فيما سيكون. لذلك الله عز وجل أنزل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. طبعا حتى نوضح، الضوء الأحمر بالمركبة، في نقص بالزيت، لابد من إيقاف المركبة وإضافة الزيت فقط. فأنت انطلاقاً من حرصك على سلامتك وعلى سعادتك وعلى دوام حركتك، لابد من اتباع تعليمات الصانع. الله عز وجل سرّ لنا ما سيكون قبل أن يكون. دقيق. قال: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. دقيق. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه، ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو. فمن اتبع هدايا
فلا يضل ولا يشقى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آيتان فيهما كل شيء. من اتبع هدايا لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت. ماذا بقي من السعادة في الدنيا؟ لذلك القرآن هو النذير، يعني الله بتعبير معاصر سرب لنا بالقرآن ما سيقوله الكافر عند الموت. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ما النذير؟ القرآن هو النذير، وسنة النبي العدنان هي النذير. يعني النبي ذكر أحوال الموت، أحوال القبر، ذكر أشياء كثيرة، فكلام النبي يعني هو نذير، والقرآن نذير، لأنه صور لنا، قدم لنا ما سيكون قبل أن يكون، هذا النذير. وفي رأي جديد سن الأربعين هي النذير، بلغت 40 عاما، أما تخشى الله عز وجل؟ يعني عبدي كبرت سنه وانحنى ظهره وشاب شعره فاستحي مني فأنا أستحي منك. عبدي كبرت سنه وانحنى ظهره وشاب شعره فاستحي مني فأنا أستحي منك. إلى متى أنت بالذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمل في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. إذا سن 40، عبدي كبر سنك وانحنى ظهرك وضعف بصرك وشاب شعرك فاستحي مني فأنا أستحي منك. الآن المظاهر الصحية السلبية، كان ممكن يتمتع الإنسان بصحة من أعلى مستوى والموت ثانية. الله عز وجل شاب شعرك، انحنى ظهرك، ضعف بصرك، استحي مني فأنا أستحي منك. هي كلها من اسم النذير. شيء واقعي جدا، ما سمح الله للدنيا أن تمدك بسعادة مستمرة، سعادة مستحيل، لذة مستمرة. في البداية كما قلت قبل قليل، مال ما في، صحة في، وقت في، بالوسط وقت ما في بس صحة ومال في، بالنهاية صحة ما في، في مال وفي وقت. ما سمح الله للدنيا أن تمدك بلذة مستمرة، أما السعادة شيء آخر. السعادة أن تنعقد لك صلة مع الله، فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيره، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا فلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا، فأيسر ما في الحب للصب قتله وأصعب من قتل الفتى يوم الحياة. إخواننا الكرام، يعني البطولة والنجاح والفلاح والتفوق أن تعرف الحقيقة قبل فوات الأوان، لأنه أكثر كفار الأرض الذي قال فرعون أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، حين أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فالبطولة
أن تؤمن في الوقت المناسب يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. الآن يعني أن نعيش المستقبل أخطر حدث، هذا ليس من باب التشاؤم بس هذا حكم أطلق، أخطر حدث مغادرة الدنيا. يعني عبدي رجعوا وتركوا وفي التراب دفنوا ولبقوا معك ما نفعوا ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. دققوا الآن، جئتمونا فرارا، لا معك منصب، لا معك قوة، لا عرفة، ولا معك شيء، كما خلقناكم أول مرة. فالبطولة أن نعيش المستقبل. بالمستقبل في حدث خطير جدا، مغادرة البلد من زوجي وأولاد وبنات وأصحاب وبنائم وسعرات ولقاءات إلى قبر. أما القبر والله للمؤمن يعني في جنة، يعني 70 صحابي درستهم في الشام لفت نظري شيء لا يصدق، أنهم جميعا كانوا بأسعد لحظات حياتهم عند الموت. الموت تحفة المؤمن، الموت عرس المؤمن. إخواننا الكرام، بدي شيء آخر لهاللقاء الطيب. الدين واسع جدا، له كليات، شيء أساسي ممكن. إخواننا الكرام، أهم شيء العقيدة، إن صحت صح العمل، فسدت فسد العمل، لابد من طلب علم. مرة ثانية حتى تضع البطاقة كلمة دال نقطة 23 سنة دراسة وحتى تدخل الجنة إلى أبد الآبدين. شو معنى أبد الآبدين؟ كلام دقيق جدا. واحد بالأرض وصفار للشمس 156 مليون كيلومتر، مو كل كيلومتر صفر، كل ميلي صفر. ما هذا الرقم؟ 156 مليون كيلومتر وكل ميلي صفر. هذا الرقم إذا نسب للا نهاية صفر. فكل حياتنا مهما عمرنا أمام ما ينتظرنا من حياة أبدية صفر. فهل يعقل أن نستغني عن حياة الآخرة أخرى؟ الشيء الذي يلفت النظر في معظم الآيات لم يرد الإيمان بالله إلا معه اليوم الآخر. أخطر شيء بحياته. مرة ثانية رجعوا وتركوه وفي التراب دفنوه ولبقوا معك ما نفعوه ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. يعني تجربة متواضعة تلفت النظر. قلت في ثانوية مدرس، المدير رجل صالح، مرة قال لي هنيني، قلت له على ماذا؟ قال لي والله قدمت طلب للجزائر لعنكم يعني وافقوا لي، وحكى على الميزات. والله أنا هنيني، قال لي أنا أول شيء حبيع بيتي بس برجع حبيع بيتي صغير ما بيتي. حكى لي مشروع 20 سنة طويل بالتفاصيل المملة، يعني موضوع طويل. والله أنا جاملكم، أنا عندي فراغ ساعة نشأ من وضع استثنائي، وذهبت للبيت يعني بعد الظهر عندي ساعات ثانوية ثانية، وأنا راجع البيت مساء نعوته على الجدران. بنفس اليوم، هذا الموت أخطر شيء، الموت لا في زوجي ولا أولاد ولا منصب ولا دخل ولا اجتماع ولا أبد. رجعوا وتركوه، والله ما رأيت أذكى ممن يعد للموت. لك أن تتزوج وأن تنجب وأن تسهر مع إخوة كرام وأن تذهب نزهة، كله مسموح، بس ما في معاصي أبدا. استقيموا ولن تحصوا خيرا.
إذن أيها الإخوة الكرام، هذا الدين في كليات، أول كلية في العقيدة، إن صحت صح العمل، وإن فسدت فسد العمل. لا بد من طلب العلم. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. إذا أول شيء عظيم، لا بد من طلب العلم. ومرة ثالثة ورابعة وخامسة، حتى تضع جنب اسمك دال 23 سنة دراسة، وحتى تسعى إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما عندك وقت تحضر درس علم، تقرأ القرآن، تفهم كلام الواحد الديان، تقرأ السنة، لا بد من طلب العلم. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. إلا أن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كله. لكن في تعليق لطيف، أنه الجانب العقلي والشعوري في البشرية ينقسم إلى أشياء ثلاثة: علم وفلسفة وفن. علم، فلسفة، فن. العلم ما هو كائن؟ في ظاهرة فيزيائية، فيزياء، كيميائية، بيولوجية، فلكية. العلم ما هو كائن؟ والفلسفة ما يجب أن يكون؟ والفن ما هو ممكن؟ النتاج العقلي والشعوري للبشرية، علم، فلسفة، فن. العلم ما هو كائن؟ ظاهرات علمية واضحة، في ظاهرة فيزيائية، ظاهرة كيميائية، بيولوجية، فلكية، إلى آخره. فالعلم ما هو كائن؟ لكن إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كله، فإذا أعطيته بعضك لن يعطيك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الدنيا على الآخرة، عفوا، طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا. والدليل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. جنة في الدنيا هي جنة القرب من الله، وبالآخرة جنة الخلد. إذن العلم شيء دقيق جدا. أنت المخلوق الأول الذي أودع فيه العقل. العقل أعقد جهاز بالكون، في ثلاث مبادئ: مبدأ السببية والغائية وعدم التغير. هذا العقل. أنت لا تفهم شيء بلا سبب، لا تقبل شيء بلا سبب، ولا تقبل شيء بلا غاية، ولا تقبل التناقض. هذا مبدأ السببية. يعني واحد سافر وأطفأ الكهرباء ببيته نهائياً، بعد سنة أو بعد شهرين رجع لقى مصابيح متألقة. لماذا يضطرب؟ عقله لا يقبل أن هذه المصابيح تألقت من ذاته. والغائية في أشياء لا نفهمها وما لنا علاقة بها، بس تحب أن تفهم ما هي وظيفتها. يوم واحد يلاقي وراء شاحنة قطعة جنزير مع حديد، شو هي؟ ما له علاقة بالشاحنة إطلاقا، بس لماذا؟ هي تمتص الصاعقة. فالعقل البشري ما بيفهم شيء بلا سبب، ولا شيء بلا غاية، ولا يقبل التناقض. إذا إنسان متهم بمدينة بجريمة وثبت أنه كان بمدينة أخرى بجريمة، متى هو بريء؟ هذا العقل، مبدأ السببية والغاية وعدم التناقض. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم،
في علم أنواع، علم بخلقه، فيزياء، كيمياء، بيولوجيا، فلك، علم بخلقه، وعلم بأمره الشريعة، علم بخلقه وعلم به. العلم بخلقه العلوم الحالية، وبأمره شريعة، وفي وعلم به. علم به جاهد تشاهد، جاهد تشاهد أعلى شيء. مرة ثانية، علم بأمره الأوامر والنواهي، علم بخلقه العلوم الثانية كلها، علم به جاهد تشاهد. والمؤمن الصادق إذا لم يقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا يكون أدقى مني، هناك مشكلة. فالدين كلياته إذن الجانب العقلي والحركة، الحركة بحث عن الطعام والشراب. الأنبياء كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، هم بشر مفتقرون في بقائهم إلى تناول الطعام ومفتقرون إلى ثمن الطعام، هذا البشر. فلذلك العلم بخلقه بحوث فيزياء، كيمياء، رياضيات، ضرب هندسة، العلم بشرعه علوم الشريعة، والعلم به أن تعلم. فلو شاهدت عيناك من حسن ما الذي رأوه لما وليت عنا بليل، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العزب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا مشتياقا لقربنا. لذلك أن تعرف الله، ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك بكل شيء. يعني نصوص كثيرة جدا، لو يعلم المعرضون الذين أعرضوا عن الله، لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي في المعرضين، كيف بالمقبلين؟ فلا بد من طالب العلم. والإنسان الحقيقة الدقيقة أنه وقت، بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه، فأنت زمن، ولأنك زمن الله عز وجل أقسم لك بمطلق الزمن. آية والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لذلك أرجو الله عز وجل أن يحفظ إيمانكم جميعا، وأهلكم وأولادكم وصحتكم ومالكم. آخر دعاء أهم واحد، واستقرار بلادكم، هذه نعمة لا تعرف إلا إذا فقدت، والحمد لله رب العالمين.